اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء، معنا مزيكا جميل من نماذج تحدي الاعاقه. الاعاقه الحقيقيه في عقول بعض الناس واصدقائنا من سوء الاراده، بقوه ارادتهم وهزيمتهم، بروح التحدي، بابتسامه امل، يعيشوا حياتهم ويستمتعوا بيها. صديقتنا الجميله احد ضحايا شغل الاطفال على ساق واحدة وعكاز من المعدن، بتخرج للمجتمع وللناس، بتخرج للأسواق، ابتسامة جميلة بتواجه كل صعب، بتتخطى كل إعاقة. صديقتنا نموذج جميل وملهم لكل متعدي الإعاقة، بتخرج لأحد الماركات الكبيرة لشراء بعض مستلزماتها على ساق واحدة عكازين، بتهدي كل حاجتها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متعدي الإعاقة، بقوة إرادتها وعكاز مصنوع من المعدن، بتتحدى كل صعب.